اليوم غادي نستمتعوا واياكم كالعاده ككل يوم اربعاء مع مصممه ازياء اخرى جابتنا باخر تشكيله ديالها غتقدم لنا طبعا الجميله ليلى حديبي. صباح النور معكم مجددا. ليلى مندا هي ليلى مندا سميره. صباح الخير عليكم مجددا المشاهدين. اليوم معنا مصممه ازياء اللي غتقدم لنا كيف قال سميره تشكيله مميزه وفيها اللوينات الزوينين. مرحبا بك معنا هدى العالمي. شكرا ليلى على الاستضافه. شكرا سميره. شكرا ليلى. انت 14 سنه وانت في هذا الميدان هذا هدى. اكزاكتومون. شحال في عمرك بعدا؟ بلاش 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 ما كيبغوش يقولوا لاج ديالهم ياك ماشي مشكل زياد الثمانينات. تبارك الله عليك. دونك انت 14 سنه انت في هذا الميدان هذا يعني كنشوف واحد التشكيله اللي هي زوينه فيها الالوينات حتى اللبسه اللي لابسه غزاله. تبارك الله عليك. انت جاتك غزاله. بارك الله فيك هدى عالمي. هدى عالمي واش تنشوفوك دائما في المجلات تنشوفو تصاور ديالك في تنشوفوا العروض الازياء ديالك اول مره عند صباحيه دوزان. هذا شرف لي انني نكون معكم. مرحبا بك. مرحبا بك. باب صباحيات مفتوح للجميع. شكرا. اول تشكيله اول عرض اللي غنشوفوا مقدمه لنا هدى عالمي هي هذه اللبسه غزاله. انا في الاول حسابني كانت مطروزه ولكن كلها مصوبه باليد. واو اكزاكتوم. هي كلها كاينين دابا ولينا تنلقاو في التواب وتكاشط التواب اللي كيكونوا ديجا مصوبين ناضيين تروز ديساري هادو كيكونوا ديجا كيتباعوا هكذاك. هادي لا هادي باغ كونتخ حنا اللي صوبنا درنا الكريب دو سوا وخدمنا عليه دي كولور اللي كيتماريو مع الكوغاي وطلعنا بلا بغودغي في السوق واحد تيسو. وحتى اللوينات اللي درتي المزيج ديال الالوان اللي عملتي في هذه اللبسه تخي 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 جولي. كنلقاو الكوغاي مع البلوسيال مع لورانج مع الفيغ وحتى السفيفه درتيها دوغي. وي درت ان سفيفه اللي هي دوغي باش هكا كطلع اللبسه كتجي فيها مبهجه سورسو مع لي زاكسيسوار. وحتى الاحجار تيبانو. شكون اللي حسن الامازونه اللي باقا دارجه على الموضه ولا الاحجار؟ هما في الحقيقه بجوجهم دارجين على الموضه مي انا سميتو غانا كيعجبني نخليهمكم اكسسوار زيد على لا توني. يعني كيعجبني نخدم يا اما بالبرودغي وزوقت المعلم وهي غير باش تعطيك واحد شويه كليكلا. تبارك الله عليك. فريمون اللبسه غزاله غزاله كتحمق. شنو داكشي درتي في التحت في اللبسه؟ حيت اغلبيه الكيسيات كيهملوا اللور كتبقى كتخدم الصدر وصافي كتنسى لتحت والله. فاش كتكون لا فام ماري ديزا كيعجبني هذاك يمشي تخان اللي كتجي اللور برودغي ولا بيرلي هكا. دونك هادي نقدروا نقولوا العروسه وعائله العروسه يعني ماشي ولا بد فوالا كل شيء فوالا ماشي غير العروسه. اكزاكتو. وحتى جبتي لي بيجو حتى لي بيجو اللي جبتي يعني سي ذهب وي سون هذا الذهب اللي كنخدم توجور مع مدام تازي لي زاكسيسوار اللي كيمشيو مع لي توني. يعني كنحاولوا يعني قبل ما تخيطي لا توني خاصك تشوفي اول حاجه الوجه لو تان تاع انا دائما فاش كيكون عندي شي ضيف تنصر على لي بيجو حيت هما اللي تيكملوا اللبسه. يعني سي كوم مثلا القفطاني ما كانش عنده المضمه ديالو ما غاديش تكون مكموله. دونك هذا سي دو شنو هذا الثوب هذا سي دو بروشي تليجا. سي تليجا. تليجا لان اغلبيه لي فام كيخافوا من لي بروشي كيبينهم شويه سمان. دونك سي فور انا الاولى انا الاولى تنقولها ايوا اللي قلتها انت مخليتيني نقولها. لا هي سي فري كو البروشي هو دارج على الموضه بزاف ولكن هو خفيف بارابور البروكار. على حسب على حسب كاينين حتى داك البروشي اللي تيكونوا من فوق كيكونوا شويه واقفين كيكونوا ماشي 100% د لاسوار. دونك انت استعملتي تليجا. انا استعملت تليجا وخدمت عليها اونغول. ولكن يا حبيبه خاصك تكوني فريمون ما عندكش وحده تكون تقرب لك الخاتم ولا شي حاجه. لا تكوني حيت دغيا سي د لاسوار قد ما الثوب كان لاسوار قد ما كيكون فراجيل اكثر. ولكن نرجعوا عندك تقعد تقاد تدي لها شي حجيره ضروري ضروري لي غوتوش. حتى هذا اللون رائع هذا اللي ان بلو روا ان بلو روا كيعجبني هذا اللي ماغيتو مع ان فيغ او كيف ما كتلاحظوا. وحاولت انني هاد لي كولور درتهم من الوان البحر. دونك هذاك اللي لاحظتي رديتي الانتباه هو ان الخراط خدمنا عليهم بالبغود غير بلا ما افيك بيرلاج باش او ميم طون كتبان لا فام طويله. نسولك هدى عالمي يعني حكم عندك 14 سنه في هاد المهنه ما لاحظتيش كاينه بزاف ديال لا كونكورونس منافسه بزاف هذا الميدان؟ بالعكس هذا مزيان تكون لا كونكورونس باش كتكون واحد المنافسه شريفه بان كل واحد كيحاول يعطي احسن ما عنده. وكنحاولوا نزيدوا بالقفطه للقدام حيت لما كانتش لا كونكورونس كنا غنبقاو لي زاني قدام يعني غادي يبقى محدود. عندك الصح. ولكن عاوتاني سي فري كو تنرجعوا للاثواب تنرجعوا نفس الاثواب نفس الالوان. سي فري كتبقى غير لا كرياسيون كيفاش غادي تصوبها فوالا. هنا كيبقى ان خاص كل سيس خاصها تحط لاتوش ديالها. يعني راه كاين كيف ما قلتي راه كاين بزاف لي سيست مي كل سيس عندها لاتوش كتلقاي واحد البصمه ديالها. اون فوا كتشوف لاتوني كتقول فوالا هذه تاع فلانه هذه ديال فلتانه. دوك البصمه ديالك ولا اللمسه ديال هدى العالمي انا معروفه بزوقت المعلم. دونك اغلبيه الناس اللي كيجيو يخدموا معايا كيقولوا زوقت المعلم سي هدى عالمي.
ديما عندي زواق المعلم مع البيرلاج. دونك غيكون هذا السيد ولا هذه السيده اللي كتخدم لك قديمه معك من البدايه. من ماما الله يخليها لي. الله يخليها لك. تحيه للام ديالك اللي كتشاهدنا هذا الصباح ولجميع الامهات اللي كيشاهدونا هذا الصباح من صباحيه الدوزيام. غادي نكملوا هذا العرض ديالك هدى علامي بهذا اللبسه غزاله بزاف عجبتني هذه الرشمه وكنلاحظ بان الرشمات اللي رونيه شي شويه اللي قدمت لنا هدى ماشي ديجا شايفينهم. لا فريمون يعني تلقاو بزاف ديال الاشياء اللي كيتقاربوا ولا كيتشابهوا، اما هاد الرشمات اللي شفنا هذا الصباح كلهم خالفين على داك الشيء اللي فوالا. اغلب الترجامي كنلقاو يا اما كناخذهم من ليفاس تاع ايران يا اما من الزرابي. انت كتعطي انت كتعطيهم ينخلوا ماشي مشكل على انها فنانه وعارفه الشغل في يديها. سلام ماشي مشكل. دونك خاص هكا باش كتقدري تكريي دي موديل كيكونوا جداد كيكونوا غير لي زوتر ستيليست ما كتكونش واحد التشابه. اكزاكت اكزاكت. بارك الله عليك هدى. هدى شنو هي هذيك اللي في الوسط؟ واش بحال دونت الشبكه؟ نو ماشي شبكه، هذاك هو المفتل طرسان حنا كنديروا له بحال تعصب وكنخدموا بدو كولور بالغوج والدوغي عاتاني بالغوج والارجونتي. وهنا جات بحال الشبيكه كتبان بحال الشبيكه. عاد فاش كنزوقت المعلم وسط من زواقه وزواقه كيف ما كتشهدي ديك الشبيكه اللي بون ارجونتي. اييه عاد فاش كان دي بايات قصرت الحوت هكاك باش كتعطي واحد ليكلا. لا تبارك الله عليك باش ابداع باش كتعجبني. عارفه شغلها حيت كاينين شحال من واحد اللي كتقول لك انا ستيليست فاش كتجبد اللبسه كتعطيك لي ديتاي كيعطيك كتعطيك ان ديتاي بازيك الوغ كو الواحد فاش كيكون عارف شنو هو الميتي ديالو الخدمه ديالو كتعرف كتقول لك من الثوب باش مصوب باش هذا. حيت ضروري خاصك دوز هاد ليتاب كامل باش تكون يلاه تكون جيتو سبيسيليست سينو راه. تبارك الله عليك هدى علامي. اذا اخر لبسه اللي مقترحه علينا المشاهدين صباحيات هي هذا اللوين هذا. توا دائما عندك انت ديك لو فيغ او في اللبسه ديالك. جادور لو فيغ او كيجيني هو اللون مرجاني البحر فهمتي يعني شي كولور اللي كتعطيك البهجه السرور سورتو في فصل الصيف دابا. وحتى لو كول مختلف على داكشي اللي جينا قبيله فوالا. وحتى الرشمه اللي كاينه مختلفه حتى هي. انا ما كيعجبنيش انا لي فلوغ لا اغلبيه كتلقاني سيلسي جيومتريك وحتى انا ما عنديش بزاف مع لي فلوغ قليل قليل حتى شي حاجه فيها لي فلوغ. كيعجبني لو ستيل جيومتريك كتبقي تلعبي بها هكا دي موتيف هذا وكتخرجي منهم دي ديسان. ولاله تبارك الله عليك هدى. انا تشرفت معرفتك بعدا والله يفكك على خير. انت يا ربي يا ربي ما تنسيش توري هذه الحلقه هذه للبنيته اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله الله يجيبها على خير. وكنت الحمد لله انا اون فيكس كنتمنى تكون عندي اون فيكس كمل المشوار يعني المسيره. ايوا ان شاء الله الله يجيبها على خير يا ربي امين. تحيه تحيه كبيره للام ديالك اللي كتشاهدنا اكيد اكيد والله يشافيها. شكرا شكرا بارك الله فيك. شكرا لك.